عصري بالقاهرة. أبسط ناس لابسين الكوفية وجلابيات، ما يعرفون يقرون يكتبون، لكن وقفوا درع بشري حتى يحمون واجهتهم الحضارية. احنا تجي دولتنا تهدم الواجهات الحضارية. انتوا شبنيتوا؟ انتوا ما مختزين انه احنا في بلد عريق مثل العراق في ميزانيات ضخمة تغطي الوطن العربي هذا كله؟ شبنيتوا؟ انتوا اجيتوا خليتوا صبات، انتوا اجيتوا روعتونا الاربعاء الدامي والاثنين الدامي والجمعة الدامية وتفجير مجمع الليث والدم على مدى سنوات، وكنتوا عندكم افضل الميزانيات. احنا ببلد 2022 ما بي مترو، ما بي حلول، ما بي كهرباء، ما بي هسه بهاي اللحظه ماكو مي. احنا اللي الشعب يحبنا، احنا اللي الناس تحترمنا وتكرهكم ويحبونا ويكرهوكم، وراح نبقى وياهم وتروحون انتم، وطيب ذكرنا وسيء ذكركم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في حلقة البرنامج في كل مساء. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق من زاخو حتى الفاو تقدرون تتصلون على واحد من ضمن الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. عندكم ذني رقمين للاتصال حتى في الداخل، إذا ما حصلتنا على أرقامنا ذني تقدر تدق على ذني، وعندنا رقمين للداخل فذني الأرقام الأربعة المخصصة للاتصال. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب ما مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل به مكالمة صوتية، ما أقدر أستقبل به رسالة صوتية ولا فيديو. اللي عنده فيديو ويريد ينشره على شاشة البرنامج يتبع شريط الأخبار اللي أسفل الشاشة الأبيض بنافذة أنت ترى، رقمين بهن واتساب تقدر تدز فيديوهاتك عليهن وإن شاء الله تبث على شاشة الرافدين. أما هذا الرقم اللي تشوفه أمامك هو رقم البرامج، إنه في حال ما قدرت تحصلنا على أرقامنا تدزلنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها في الدقائق الأخيرة ونعرف الرسالة جتنا من منو ومن وين. قبل ما نحكي على الفيديو اللي صار في بداية البرنامج، لأنه جزء من اللي داريد أحكي عليه، منظمة الشفافية الدولية صنفت العراق هو واحد من أكثر دول العالم بها فساد، أو أقل دول العالم بها شفافية. يعني لما نيجي العراق متذيل للقائمة ولسنوات متتالية، لما تصنف بغداد كأسوأ مدينة للعيش، لما يصنف العراق كأسوأ شيء في العالم، أسوأ جواز، أسوأ مدينة للعيش، أسوأ خدمات، من ضمن أكثر دول العالم فسادا، من ضمن الدول اللي بها أقل شفافية بالعالم، لما يكون العراق متذيل لكل شيء ولم يتصدر العراق بشيء إيجابي فيما يخص المواطن أو حياة المواطن، يا ترى من المتسبب بهذا الشيء؟ برأيكم الشعب هو اللي متسبب بهذا الشيء؟ لا، الحكومات اللي تسببت بهذا الشيء؟ لا، التدخلات الخارجية هي اللي تسببت بهذا الشيء؟ لا، عدم إعطاء الحق إلى من يستحق بالعراق هي اللي تسببت بهذا الشيء؟ لا، من لا يفقه شيء أصبح هو المتحكم بالبلد؟ يعني هاي الأمور أنتوا توعزوها إلمن؟ أنتوا تقولون منو اللي خلى الأمور توصل بالعراق وراء 19 أو 18 سنة إلى هاي المواصيل؟ أتمنى جاوبوني عليها. عندنا اتصال أبو عراق من الفلوجة، أبو محمد من صلاح الدين، حياك الله يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك يا أخي العزيز؟ شلونك حبيبي؟ هلا بيك يا الغالي. حبيبي أنا اليوم تابعت الإعادة مال الحلقة السابقة. نعم. الحلقة السابقة تحشون على وزير الدفاع. نعم. على جمع عناد، جمع عناد من يقول الجندي استشهد هو الممنون. نعم. زين من طب داعش هو كان قائد عمليات صلاح الدين، ليش ما استشهد؟ ليش دبرت هو الهجم؟ نعم. زين جمع عناد، انت تقدر تسال عن جمع عناد، جمع عناد شنو؟
مارس. نعم. جمع عناد عند اخوته اثنين قياديين داعش يصير هو جلد يعني. نعم. يعني هسه يحكي لي جمع عناد والله الجندي لازم يستشهد هو الممنون، يعني انت ليش ما قلت الجيش مالك؟ ليش دبيت بيت الرسمه مالتك وهزمت ورحت على اليمانيه ورحت باي مكان امن وخليت الناس الفقراء والناس اللي ما تقدر تعيش برا وانخاذت اخذوه مغيبين واخذوا ويقول لك هذا داعش ولو يقدر يعيش برا باليمانيه وغير اليمانيه او كركوك او غير كركوك هو يبقى بدياره اللي فيها داعش؟ نعم. ما يستحي، هاي ناس ما تستحي عني، ناس ما تستحي ولا تخجل ولا عندها غيره ولا ناموس. وانت تساعد والاستاذ العزيز صار قبل 19 سنه، قبل 19 من 19 سنه وجاي. عمي عاد تحكمنا ناس فاسده، ناس جايه في تملي جلود وتمشي. يعمروه بالعراق شنو؟ هم لو يستحون لو يستحون براسهم غيره. هذن القاعات اللي يطلعون بها وهذن المؤسسات اللي يطلعون بها ماكو يطلعون اجتماعات ويطلع البرلمان ويطلع هذا كله ما صدام حسين هم بنوا شيء هم جو يخربوا ومشوا. نعم. وحبيبي انا اعتذر اخاف اخاف ازعجتك اخاف ضويتك. لا يا اخوي العزيز شكرا شكرا. حبيبي حبيبي يا غالي. حبيب قلبي اشكرك اشكرك ابو محمد. شكر للأخ أبو محمد اللي متبع البرنامج ومتبع حلقات البرنامج وعلقنا عن موضوع أخذناه يوم أمس، لكن حلقة اليوم هي عن تقييم منظمة الشفافية الدولية لواقع العراق في حال الفساد والشفافية في عام 2021. أضافت أنه الفساد يتخذ أشكال مختلفة اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، ونتائج هذا العام أنه جميع المناطق في العالم متوقفة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد في القطاع العام، بس بالعراق يعني ماكو مكافحة للفساد. اليوم بالعراق فجأة نسمع أنه شخص يطلع ويقول لك أنا متفق ويا العقيد فلان والضابط فلان حتى أطلع أو أخرج شحنة مخدرات من المنفذ الحدودي الفلاني، أنا متفق ويا فلان حتى أخرج مثلا مواد غذائية فاسدة من المنفذ الفلاني. إذن الفساد مستشري بالبلد بدون مكافحة. أبو كاظم من الناصرية حياك الله. هلا خالص شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. أبشرك بالبرنامج. أنت على الهواء مباشرة يا غالي. بالنسبة لهاي الحكومة الفاسدة هسه مثلا دول الجنود من سبب مين يتحمل مسؤوليتهم ال 11 واحد؟ شايف هاي الحكومة الفاسدة؟ نعم. انقطع الاتصال ويا ابو كاظم، اتمنى يرجع لنا مرة ثانية حتى يكمل رأيه بالموضوع. باسم من السماوة حياك الله يا باسم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. شلون حالك؟ نحمد الله على كل شيء، انت شلونك؟ والله بخير الله يسرك. يسلمك ربي. والله قبل احنا ما اول مرة احنا. اول مرة شنو؟ انقطع الاتصال ويا باسم. وما افتهمنا يعني اللي راد يقوله، اتمنى يرجع لنا ايضا مرة ثانية. اذا ومن اوجه الفساد لما عندك مؤسسة هي واجهة البلد، هاي المؤسسة هي من المفترض أكثر مكان آمن، لأنه هذا المكان اللي العالم من يسافرون ويردون يطبون للعراق ينزلون به ويختمون جوازاتهم به حتى يطب للبلد، فهو بوابة البلد. يعني دا أقصد المطارات، لما يطلع لك مطار بغداد الدولي ومدير أمن المطار ينخطف، طلع ما طلع مو هذا الكلام بس انخطف، هاي كلها من أوجه الفساد. فنرجع ونسأل شنو اللي وصلنا لهذا الحال؟ هل هو الشعب؟ هل هو الحكومات؟ هل هو التدخلات الخارجية؟ هل هي مثلا بس الاحتلال؟ أكو شيء ممكن الشعب مدى يعرفه بحيث صار لنا ما يقرب من 20 سنة البلد دا يدهور وضعه من سيء إلى أسوأ. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام يا غالي.
يسلمك يا عز غاليك. بالنسبه للفساد، اي وزاره هسه موجوده بالعراق وزاره باكملها فاز، يعني من تتوقع يحاسبها الوزاره؟ نعم. المؤسسه موجوده هي فاسده، يعني من اللي يحاسبها؟ احنا نرجع ونقول اولا ما عندنا قضاء عدل، ولا عندنا ناس تخاف الله، يعني تجي للتربيه فاشله، تجي لباقي الوزارات كلها فاشله، فمن يحاسبها؟ يعني من تتوقع يحاسبها؟ انا ارجع واقول يجب محاسبتها الشعب العراقي، يجب ان يحاسب هسه، يعني كافي وصلت حدا بعد، يعني بعد وين؟ لي وين يوصلون؟ اكو شيء ما شوفوا لنا اياه؟ اكو شيء ما شفناه احنا الشعب العراقي؟ كل شيء شفناه اشكال، يعني لي وين يا شعب؟ يا شعب يا مقرود، لي وين بعد يوصلك هاي الميليشيات والاحزاب؟ انا ما اقول لك حكومه، لا، هاي احنا تحت احزاب وميليشيات وعصابات. فيا شعب توحد، كافي عاد، كافي. اذا ما تفكر بنفسك فكر بالجيل اللي وراك ايش راح يصير فيه. اما اذا بقينا هيك، والله العظيم استاذ أفل، هاي الحكومه وتجي وراها وراح تجينا السنين ويقول نفسهم ذولي يا الكراك حراميه قتله بصا. لا والله اذا وصفهم بمصاص الدماء، لا، مصاصين الدماء ارحم من عندهم. كافي عاد، كافي. ولكم انتوا وين تجون بعد مين؟ وين يعني وين توصلون؟ تهجير العراق درجه اولى، السرقات، المخدرات، اشكال سويتوا بينا. ولكم ما تخافون الله، ولكم كافي كافي كافي. ترى اذا تتوقعوا العباكم الشعب نايم، الشعب مو نايم، بس صابر عليكم، بس شوفوا تاليه الصبر ايش راح يصير بكم. وانا اشكرك اخوي. شكرا، شكرا لك ابو عراق. فمن اوجه الفساد ايضا اللي هو الواردات اللي بالمنافذ الحدودية اللي مدى تتورد إلى خزينة الدولة، من أوجه الفساد هي الرشا، من أوجه الفساد هي المحسوبية اللي تصير بالعراق، من أوجه الفساد المواطن العراقي ما يقدر يكمل أي معاملة إلا يدفع أو يسوي شيء، من أوجه الفساد الفضائيين، من أوجه الفساد هواية أوجه للفساد. فنرجع ونعيد نفس الأسئلة، شنو اللي وصل العراق إلى هذا الحال وده يخليه يستمر؟ يعني الفساد بالعراق ما بشي دا يتحسن، بحيث احنا دا نقول الفساد بالعراق دا يقل انه اكو امل لحل، لا، الفساد دا يزيد. ابو حسن، حياك الله يا ابو حسن. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك استاذ رفل؟ حياك الله اخوي العزيز. حياك وحيا هاي القناة الشريفة اللي تداعي بهموم العراقيين. سلمك ربي يا غالي. والله يا أستاذ رفل، لا تصدق تكون قائمة للعراق ما دام المرض اللئيم في قلوب السياسيين. قال الزولة أنا مثل الزولة، وذاك يقول أنا مثل الزولة. متى ما تروح المرض من عندهم مال، أنا من أجل الزولة، وذاك يقول من أجل الزولات. يلا تقوم لنا قائمة يا أستاذ رفل. أبو حسن تقدر بس، يعني أنت فاتح سبيكر بالمكالمة؟ لا، مو صوت دا يرجع لي. نعم كمل. اي فدولة اذا راح المرض من عندهم، انا مثل الجهه الفلانيه، وذاك يقول انا مثل الجهه الفلانيه، قول العراق قامت له قائمه وتكف يدها الصهيونيه واعوان الصهيونيه، رجع العراق كما كان. نعم. اما اذا نبقى انا كون مكون ذاك، وذاك يقول انا المكون هذا، هو العراق واحد عمي، انا من اجي واصير رئيس وزراء، هو العراق عراقي، ما عمي والبخلاء ما قيروا أخلاقي. نعم. دعم من أجل العراق يا سياسيين، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. انطونا كهرباء وما يا سياسيين، من عدنا النفايات يا سياسيين، شيلوا من عدنا المجاري الطافحة يا سياسيين، انطونا مي مثل ما تشرب الناس يا سياسيين،
الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم، كل دمعة طفل يتيم وكل أرملة وكل مسكين نايم في العراء، الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي أبو حسن. أبو سمية من محافظة الأنبار، حياك الله يا أبو سمية. أبو سمية يبدو أن الاتصال يا أبو سمية انقطع، أتمنى يرجع لنا حتى نسمع رأيه بالموضوع. الدولة يعني الفساد دا ينخر بيها، اكو تهريب، تهريب عملة، على تهريب معادن، على غسيل أموال، على تزوير، على كل شيء يتخيل المواطن العراقي أو يتخيل أي مواطن بالعالم، كل شيء معناه فساد موجود اليوم في مؤسسات الدولة العراقية بسبب الحكومة في بغداد. كل شيء بفساد الحكومة اللي جابها الاحتلال، الحكومة اللي عينها الاحتلال، والبرلمان اللي عين الاحتلال، والدستور اللي عين الاحتلال أو كتب الاحتلال، وذولا دا يمشون بي ويقولون احنا بديمقراطية موجود بالعراق. مع ذلك تركوا كل مشاكل العراقيين، تركوا الأزمات الأمنية، تركوا الخروقات الأمنية، تركوا المشاكل اللي دا يصير بالعراق، ويركض لك مثلاً وراء معهد الدراسات النغمية، تركض لك الحكومة وراء مسرح الرشيد. الفيديو اللي طلع بالبداية راح أرجع له هسه، الفيديو الفنانة اللي طلعت تحكي بيه أنه يحكون عن مسرح الرشيد، لأنه طلع قرار، طلع قرار منو جاية، طلع قرار بتهديم مسرح الرشيد من قبل الحكومة. القرار بطلت عنا الحكومة، رجعت الوزارة الثقافة، لكن طلع هذا القرار. يعني أي صرح ثقافي بالبلد يردون يركضون يهدموه أو يشيلوه أو يستولون عليه. قبل استولوا على معهد الدراسات النغمية، وراها استولى حزب الدعوة على جامعة البكر للدراسات العليا العسكرية وحولها إلى جامعة للطم. يعني كل شيء بالعراق اسمه ثقافة اليوم لازم ينحط بعلاقة سودة ويندفن. كل شيء اسمه هوية عراقية لازم يندفن، لكن انه يكافحون فساد ما يفكرون بها، انه يرجعون حق للعراقيين ما يفكرون بها. يا ترى ليش؟ ابو علي من الناصرية اتمنى يجاوبني على الموضوع. الله يسعدك سامي، شلونك حبيبي، شلونك، الله يخليك ويسعدك يا غالي. يعني اليمن السالفة، نعم، انت تسولف اليمن على المدارس، على الوضيع، على كل شيء اليوم بدنا نحكي. والله شوف استاذ حبيبي، احنا بدنا نحكي اليوم على الفساد، فالفساد يعني كل شيء. الفساد انا خلني اخدمك، اخدمني. اصغر دائره بيضوق، اصغر دائره، يعني اصغر دائره، يعني فوق مستمر الرشاوي موجوده، عرفيت البازير خانة بيا رشاوي، النفوس بيا رشاوي، يعني أنا والله عندي الباقة مارتال السكن وطاقة، أول ما طبيت كان يقول لي أعطيني فلوس، زين أطفوه، زين يعني رشوا علني، هاي واحدة. والوزارات هم بعد أنجز، الوزارات بيها يعني نص بوق، الوزير كله شوف كله سامي، يعني هاي الأسماء يجيبونها وهمية، أسامي وهمية يعني، عرفت. والعراق يعني هسه أنا أقول لك هسه المظاهرين من يقومون أعطوهم فلوس، اسكت لا تظاهر، هسه هاي شغلة جديدة أنت ما عندك علم بها، يعني هسه مثلا الأضرار والشباب أعطوهم فلوس وسكتوهم، ها، والعشائر مو كله يعني ما يطون فلوس لا تقومون، شكتوا الشعب بالرشاوي خويا، يعني هسه تنجني الوزير القاعد، الوزير او رئيس وزراء او وزير او ابو البرلمان ما قالت للشعب خويا، يعني انا اقول لك شايف الذبيحه، ها، الفريزه، ها، وياكلون بيها، هاي وحده. وبعد الشوط الثانية أنا مرات يعني ذول المعممين يعني أطلع مامة
شلون يعني التكان يثق بيها يعني حاطه مامه وياخذ فلوس بالواديم وقال الحسين هيك شيء واحنا حايرين باللطوم وواحد ينطح واحد قال الحكومه تدري واحد ينطح واحد شلون شلون العجوله ها يتعاطون على الكراسي واني الي هاي الوزاره وإليك هسه شوف الوزارات انا اطيح بعد غير حكي الوزارات راح تصيح تصير بيع وشراء مال الوزارات زبارة هذا ماكو الفاسق هذا راح يخلونه امك شو اسمه يعني يصير ام شو اسمه امك كان هذا رئيس زين برهم ها امك كان يخلونه برهم هذا صالح برهم صالح يعني هو هذا هذا كان شوف هذا اولا فاسق ودعارة وهذا وفاسد ومشان وزير الماليه باقي الفلوس ها باقي الموازنه وهسه الموازنه اخويا راح يقومون بها الجماعه والشعب الله اخويا تاي الشعب يعني انا اقول لك هسه ما حد بحاله الله وكيلك الزباله بالشوارع زين ذابينها لا اعمار لا خدمات او يضحكون على الوادم واحنا سوينا هيجي وسوينا مدري شنو الله وكيلك هسه المقاديه يعني هسه انا شفت اليوم ما طبيت تشوف المقاديه الصغير والكبير قدي الله وكيلك مقاديه يعني بالقهاوي بالمطاعم يم الامام زين هاي فلوس الامام وين هاي فلوس الامام ودوها لايران احنا مراجعنا بربريه ايرانيه اخوي مراجعنا ما تفتهم عنا بربر يعني حتى حكي ما تعرف احنا عندنا مراجع مو عراقيه مراجع يعني فرس عربيت محتلين من الفرس من احتلال الفرس الايراني زين يعني هسه ايران لزق يعني يعني سالتهم يعني هسه ذاك اليوم وجه هذا شو اسمه هذا يسموه هو هذا الضابط شو اسمه هذا قيقاني والله ما اعرف اسمه هذا زين صعب قيقاني اجى اجى السيد مرتضي يقول لها اريد نخلي المالكي يعني هو المالكي هو سوى المالكي ذبح الوادي اخويا هاي مال شواكا باع الموصيل ذبح الوادي باقي الموازات وداها للدوله على التركيه الاسلاميه غيران باقي زين باقي الموازنات هو الحل السلمي احنا يراد لنا واحد يعني مو مثل ذولا هذول مو حكم ذولا هذول نعم نعم ناس حراميه ولصوص وهسه هذا راح يحمل ويطلع ويا الامريكي وكل من هويته اسرائيليه امريكيه ايرانيه والعراق ضايع بالرجال وهذول يتناطحون مثل العجوله مثل الهوش يتناطحون نعم نعم على الكراسي والفساد منتشر ان الله الله بس الله العلي والله يخليك وحم الله شكرا وحتى. شكرا لك ابو علي ابو سميه من الانبار رجعنا مره ثانيه حياك الله يا ابو سميه السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام اخي الكريم اذا تكلمت عن الفساد في العراق نعم فان الفساد اسباب كثيره وهي ولكن لكن السبب الاكبر هو راس الهرم راس الهرم فاسد لو نظرت الى الدول المتطوره أو التي أدنى لو نظرت إلى حكوماتها أتت لكي تبني أتت لكي تبني التاريخ لكي تبني المدن لكي تعمر لكي تخدم الشعب أخي هؤلاء فاقد الشيء لا يعطي أتوا ليسرقوا أتوا ليفسدوا بمخططات خارجية أتوا لا ليبنوا في العراق أتوا ليبنوا مشاريعهم خارج العراق لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أصحاب وقت طويل أنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا أو المستشارة الألمانية السابقة رآها أحد الناس تتجول في الأسواق وعليها ثوبها القديم فسألها عن ثوبها القديم قالت له أنا لم أت إلى السلطة لكي يكون عارضة أزياء أنا أتيت لكي أخدم الناس فيا سيدي الكريم أتوا ليفسدوا بأمر خارجي نعم أقولها بأمر خارجي فكل حكومة كل حكومة لها سند وهو الدستور والقانون الذي يحاسب أكبر مسؤول إلى أصغر موظف الدستور الآن من الذي يحاسب
والنزاهة تحاسب من، والأحزاب يغطي أحدها على الآخر، فمن سوف يكشف الفساد؟ لو رجعت إلى الدستور لوجدته أنه عبارة عن خيط مطاطي يستطيع البرلمانيون والسياسيون أن يتحكموا به كما شاءوا وعلى حسب أهوائهم. الدستور يا سيد الكريم، الدستور العراقي يذكرني بحادثة طريفة حدثت في العهد الجاهلي. كان بعض أهل الجاهلية يصنع إلهم من كهو، فإذا جاع أكله، وهؤلاء الذين صنعوا دستورا من تمر فإذا جاعوا أكلوا. إذن يا سيد الكريم، ما دام الدستور ليس رصينا وما دامت الأحزاب يغطي أحدها على الآخر، لن نقضي على الفساد إلا بزوال هذه السلطة التي تأتمر بالخارج. وأشكرك جزيلا. شكرا لك أبو سمية. حمزة من بابل، حياك الله يا حمزة. خويا الله يساعدك. خويا ويساعدك. شلونك عيني؟ نحمد الله على كل شيء، أنت شلونك أغاتي؟ والله أشرف فضائية اسمك أنتو والبغدادي. سلمك ربي على راسي خويا. أضحكك يا من البداية، رحم الله والديك وجزاك الله كل خير. أضحكك يا من البداية. نعم. حكومة بالعراق ما عاد زين. أنا اللي أسميها، ما أسميها الحكومة العراقية، أسميها الحكومة الإيرانية التبعية هضيمة، هاي أسميها العراق. العراق راح من إيران ما طول يجي هذا خاقاني جاي ورايح وجاي ورايح، هذول عملاء إيران ذولا، لا خلونا فلوس، لا خلونا دولار، ولا خلونا شو اسمه الدولار كله ودونا هناك. الدورة قام يسووا لي شركات إسرائيلية، هاي الحلة مفلوسة، شركات إسرائيلية فلوس من فائز خمسة أوراق بعشرة أوراق، هاي الشركات مفلوسة الحلة وحرامية كلهم. هاي الحلة خوب لا محافظ عندنا، ولا نقول لي محافظ عندنا وشنو المحافظ حلاية، الوساخة مفلوسة الحلة، زبايل تفشي، اضطهاد، تعسف، الفلك متروسه يقدون، يعني ما يعني انا ما درست العراق شنو هذا، ما درستهم شنو، وين راح يوصلونه ما قاعد فيهم، ولا تفيديهم المظاهرات ولا هاي، هذول بس الله سبحانه وتعالى ياخذهم ويخلصنا من عندهم كلهم، يعني جونا مقاديه صاروا اواجل. بيسم الجبوري ها كان يملك الحلة كلها، ولحد الآن يملك الحلة كلها، حتى طلعه قام يدعي يريد يشتري منصب ويطو منصب، مو قاعد أقول لك أنا يجي يوم يطو منصب وروح أبيه، إذا ما طو منصب راوي ثاني حتى يبوق زايد ويطيهم المكافعات، هذول وين اللي يروحون بينا وإلى متى؟ وثاني قاعد حاشي كاني شبر ما عد بالعراق، زي الرجل متقاعد راتبه 500 ما عندي، قاعد أجار ولدي قاعدين وساكتين على طالة بطالة، يعني ذول وين يعني؟ أنا بس أنخي الله سبحانه وتعالى ذول ساعقة وكلهم يأخذهم الله، ما بفتهم هذول اللي يوجون بينا، يقولون الوجوه نفس الوجوه، وين؟ الله العلي العظيم نفسهم يرجعون. أنا هذا عمري 70 سنة أطلب برا الحلبوسي هذا الطفيل، عمره 30 سنة أطلب برا، لو أطلب برا هذا الكردي، لو أطلب برا كاظم ما عنده شهادة من خامس إعدادي، ما صايرة والله ما صايرة تاريخ العالم كله، الظل تبعي الإيران، هذول كان يدمغ بهم صدام، هسه صاروا أوادين، مكافعات، والله جزعنا وارتاح وما بعد حتى من نرتاح بعد حتى نومه ما ننام، كهرباء ماكو، مي ماكو، زراعة ماكو، صناعة ماكو، تسوي معمل ما صناعي يكتلوه، يسوي زراعة يكتلوه، بس أنا ناشد جميع العراقيين الشرفاء، ألا هم شرفاء، شو اسمه، لا يستوردون البضاعة الإيرانية، هاي هي. شنو أخ حمزة والله أخ حمزة بس أريدك تسمع لي، هاي تقول ليش يستوردون البضاعة الإيرانية؟
السلاح اللي على أساس إيران نطتها ببلاش للعراق مثل ما قال المالكي، اشترتها هي بسبعين مليون، باعتها للعراق باربعتاعش مليار، يعني أخذت 200 ضعف من العراق. شوت المالكي خلنا بينا بعد قاعد مع الرجال، خلانا بطرق الديداشات قمنا نقدم الشوارع زين. يعني أنا عملية العاني أتوكل عمي ما مجتمع مو خوش مجتمع والله. نعم حكومة يا أهلي جيبوها وما يصير براس الخير مدى إلى أن يشيلون جناس النجاس يا الله ما يصير براس الخير أبد. هم دول جونا يقطعون أوصالنا ويروحون ورحم الله والديك. شكرا شكرا الله كل شكرا لك أخ حمزة. حيدر من النجف حياك الله يا حيدر. حيدر أبو حيدر من النجف حياك الله أبو حيدر. أبو حيدر يبدو أنه ما يسمعني. شكرا أتمنى يرجع لنا مرة ثانية. طبعا الأخ حمزة يقول النور المالكي خلانا بطرق الدشاديش. فعليا هو صار الجيش العراقي بزمن نور المالكي جيش أبو الدشاديش، لأنه لبسوا الدشداشة وانهزموا وعافوا سلاحهم اللي على أساس الدولة العراقية اشترتها من ميزانية الدولة العراقية وهو مال عام، واستولت عليها منظمة إرهابية جوي كم بيك أب طبوا واخذوا ثلاث محافظات وطلعوا. المهم يعني عايفين الفساد، عايفين صفقات السلاح، عايفين الحال اللي دا يصير بالعراق، عايفين المخيمات اللي بيها نازحين قاعدين بالشتاء ملاقين ياكلون، وعايفين الناس العطالة بطالة واللي مدى يسووا لهم حال اللي يعني حل حلت أمورهم وتقليل العقبات في وجوههم، عايفين البطالة اللي موجودة بالبلد خصوصا عند الخريجين اللي دا يدرس ويتعب ويتخرج وعند شهادة وينتظر انه يتوظف حتى يبدي يكون حياة، حتى هذا الخريج انه اشتغل توظف صار عنده راتب يفكر وراها بالزواج حتى يكون أسرة، دورة الحياة تستمر لأنه يعني هو راح يكبر خوما راح يظل شاب طول عمره. هاي كلها مدى يفكرون بيها، مدى يفكرون بأموال الشعب العراقي، مدى يفكرون بالنازح اللي قاعد بالمخيم، مدى يفكرون بعائلة المواطن اللي طب طيارة من التحالف الدولي وقصفت بيته ويستشهد ويروح. هاي ما يفكرون بيها، بس يفكرون انه المنصب شي يجيب لهم فلوس، والمنظمات الدولية شو تصنف العراق خلي تصنفه أسوأ بلد، أكثر بلد بفساد، أسوأ بلد بالشفافية، أكثر بلد صار بتزوير، أكثر بلد بمحسوبية، أكثر بلد بخطر على الصحفيين، أكثر بلد بمشاكل على المواطنين، أسوأ جواز بالعالم. هاي ما يديروا لها بال. أبو أحمد بن العمارة حياك الله. أنت المحيي. السلام عليكم أستاذنا فاضل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أشكركم وأشكر قناتكم وأشكر قناة الرافدين البطلة. حياك. إحنا نظل نباوع عليهم. إحنا استاذ هاي صار 2003 لحد الآن تحطمت حياتنا، يعني ظلنا الناشد من وراء فلان وفلان، يعني هم هسه يلعبون بالملايين وإحنا نباوع. أكيد ما عدنا علاج، ما عدنا طلقة الله، ما عدنا يعني إلى متى أستاذ؟ زين أبو أحمد السؤال اللي يتوجه أنت تقول إحنا نظل نباوع عليهم، هذا السؤال أنا راح أسألك إياه، يعني كمواطن أو كشخص من أبناء الشعب العراقي، إنه إحنا نظل ساكتين وهم متنعمين بأموالك وأموال الشعب العراقي وعايشين بأرقى الأماكن وبقصور وعايشين في أرقى الدول وولدهم يدرسون في أرقى الجامعات تحت أرقى تعليم ويركبون أرقى سيارات وبأرقى بيوت ومترفهين بكهرباء ومترفهين بمي ومي حار ومي بارد، كل هاي الرفاهية هم عندهم من فلوسك وفلوس المواطنين العراقيين، انت كمواطن شلون راح تقبل بهذا الشيء؟ والله ما اقبل يا استاذ، وحق ربك وحق لا اله الا الله ما اقبل عليهم، لان الناس ما تخاف الله استاذ. لو تخاف الله انا صار كم مره ناشد على قناه، كم مره ناشد على قناه الرافدين البطلين، إن انتم ناس مع اهلها الله شاهد، مو يعني مو مجامل، لأنه هسا ليش ما ناشد غير قناة ناشد من منبركم منبر الشريف من العمارة إلى منبر
منبر لفرات البطل لحد الان والله باقي في الدنيا. انوليت من المرض، انوليت من الابي، عندي معوقين، عندي مرضى، عندي زوجتي مريضه. يعني ما بديش استاذ انوليت، ما في ناس خيره، ما في ناس تبوع على حالي، ما في ناس تسمعني من الخارج، مريض العراق. العراق حشى على راسي، حشى ما اقول، على راسي. الغربه الناس، الغربه اليهود، حشاكم اليهود، هسه مليت انا انوليت، والله انوليت. يعني انا وين اطيع؟ انا 5000 ما املك كفيلك الله بالبيت، 5 ما املك، وعندي عائله اتمنى برا. وعد معارك وعد بي مطرقة. وين أقول كاتف بها قائمين على ظهر مموة، كل واحد أخذ 40 مليون، وإحنا ضابين أنا من مانا ملك كل شيء، لا راتب لا شيء. 40 مليون يأخذون سيارات أفعاد وينزلوا بيوت وقصور وكذا، وإحنا شلون بالله؟ قل لي أنا من منبركم، لا شيء مرة ثالثة، يعني في دور حكم من منبركم، يعني نعم أكون أخير أسمع صوتي، تودون صوتي من منبركم، هذا منبر الشريف يوصل صوتي للناس اللي تخاف الله، لان دوله ما يخافون الله، لو خافون الله كان سووا المشاره. والله يا يعني ابو احمد، يعني واحد يحكي الحق. البارحه في حلقه البارحه احد المتصلين، نعم، وهو ابو عراق من الفلوجه، يسلم عليك ويقول، نعم، لك بس تعال لديرتنا ووصل وتبشر. والنعم صراحه. والنعم استاذ، والنعم. بس انا شو اسوي؟ اقول لك انا هكر وعده اطلع بيها الله كذا كفيلك الله، اللي بيت 5000 منا ومنا، نحط الطحين ما كميه ونخبزه وناكل. ما عد انتهيت انا، عد منا فرات وقاعد كنا مقصر، ما عد واحد يعيني، ما عد راتب يعيني. رحت انا اشرب ابو عراق، اشرب بالفلوجه، اشرب بالرمادي، اشرب كل المحافظات العراقيه، اشرب كل انسان خير. بس اقول من منبركم هذا الشريف تكون صوتي يعني للناس الخير، للناس بالخارج بالداخل وين ما كان، لان انا الوليد وانا هم عمكم واخوكم تعتبروني، لان انا ما انظلمت ولا انظلمت. كفيلك الله يجي الشهر احتار بالعلاج مال الاطفال دول المرضى، يجيني الشهر وشتاء وبيت رطب وتجاوز، وين اروح؟ لا الله ولكم منبركم هذا الشريف، هاي قناه الرافدين البطله ما توصل. وصل ان شاء الله، وصل. ما ولو انت ما قصرتي، ما قصرت استاذ، ما قصرت حبيب قلبي، مشكور حبيب قلبي. ان شاء الله يعني سمعوك اهل الرحم، وان شاء الله. بس نريد نوجه رساله ابو احمد الى اي مسؤول في محافظه، في مدينه العماره او بالمحافظه او بالعاصمه بغداد، اي مسؤول، يعني انت من تسمع ابو احمد يحكي بهاي الطريقه انت راضي عن نفسك؟ مرتاح انه انت يعني قاعد وصفقات وفلوس وملايين وسيارات ومواكب واسلحه وقوط ارقى ما تملك وما اعرف شنو، وساعات غاليه بالافات الدولارات، وعندك مواطن هيك حاله. ام علي من بغداد، حياك الله. السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لكادر قناه الرافدين البطله. حياك الله اختي عزيزه. استاذ أسل، ما يجري حاليا ما بين التيار وما بين الإطار كلها مسرحية على الشعب، لأن هم يدرون إحنا رافضينهم. يعني كل الموجودين بالإطار التنسيق وبالتيار من 2003 إلى هسه هم نفسهم موجودين، بس سووا هاي المسرحية حلمود الشعب يتقبلهم. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، تصريحات مش آمي جبوري، قال أي شخصية تلزم أو تصعد إلى رئاسة البرلمان ما تصعد إلا موافقة إيران، ويذهب رئيس البرلمان يقدم يمين الولاء إلى الإيرانيين ويقول ما أجيب لا طاري السجناء ولا طاري المغيبين ولا طاري المهجرين. هذول خط أحمر إيران، وخاصة السجناء الموجودين حاليا في السجون والمغيبين، ما أجيب طاريهم. يلا يصير رئيس البرلمان، وهاي مو من عندنا هذا التصريحات، تصريحات مش عاني جبوري. هاي من ناحية. من ناحية حاكم الزامدي اللي سويتونا إياه الرجل الثاني في البرلمان، إحنا شو نقدر نباوع الأستاذ أفل؟ حاكم الزامدي من كان يعني وكيل وزارة الصحة اللي هي بنص بغداد في باب المعظم، والرصاص يطاير منها، كان حاكم الزامدي يكتل بالعالم، يكتل بأهل الفضل وأهل بغداد كلهم. أم علي، بس سؤالتي، متأكدة أنه هو الرجل الثاني بالبرلمان؟
العفو هسه حاليا انتخبوه على اساس هو نائب رئيس البرلمان استاذ أفل. انا اعرف المنصب بس كمان. السؤال انت متاكده هو الرجل الثاني ليش هو الحلبوسي؟ يعني اكيد هو رئيس البرلمان يعني ومو صبي عنده وعد الايرانيين وحاكم الزاملي هو اللي يحكم هسه. صح بالفعل وحاكم الزامل استاذ بعيننا كنا نشوفه يكتل بالعالم وحطهم فوق السطح مال وزاره الصحه، هسه جبتونا اياه حطيتونا اياه الرجل الثاني في البرلمان، طبعا مثل ما قلت حضرتك الحكم راح يصير الحاكم الزاملي، فهاي كلنا تمثيليات على ابناء الشعب العراقي حتى نتقبلهم استاذ، سووا تمثيليه بهيك طريقه، ليش هو الصدر من ذاك اليوم لهسه مو هو اللي يحكم، مو هو ابو سرايا السلام اللي كانت تذبح باهل سامره؟ صح لو لا؟ هسه صار لنا صعدونا اياه يتهمون يعني الامور الدينيه على اساس يغلطون انفسهم هذول يغلطون انفسهم. وشكرا حضرتك استاذ أفل. العفو العفو ام علي. العراق اليوم بمشاكل كثيره، وقبل ما نكمل الحلقه مالتنا بالنسبه الى رسائل الواتساب، السلام عليكم أخي الغالي أفل، تحياتي لحضرتك ولقناة الرافدين الغالية قناة الشعب العراقي المظلوم. أخي أقسم بالله أصبحنا نخجل أن نقول نحن عراقيين في بلدان المهجر، لأننا كلما سألونا من أين أنتم ونرد عليهم نحن من العراق يردون علينا من بلد علي بابا. كنا نرفع رؤوسنا من قبل الاحتلال البغيض للعراق الذي جاء بأتعس ما خلق الله ليحكم هذا البلد العظيم ويدمر الأخلاق والبنية التحتية ويجوع شعبه ويأتمر بأوامر إيرانية، ألا لعنة الله عليهم في الدنيا والآخرة، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. والشكر لك أستاذنا الغالي أبو محمد من النرويج. مساء الخير أيها الأحبة، أنا ابن عانة أحييكم وأحب قناة الرافدين، حياك الله أخي العزيز. رسالة أخرى، السلام عليكم، تعقيبا على كلامك شلون تريد يكافع الفساد وهو أساس الفساد، وتحياتي. وبالنسبة إلى أبو أحمد خليه يترك رقمه أدز إلى جماعة إن شاء الله يساعدوه يتبشر. رسالة أخرى، دعوة إلى قناة الرافدين وإلى العراق الحبيب أن تنجلي عنه هذه الغمة. شكرا جزيلا لك أخي العزيز على هذه الدعوة الجميلة. مشاهدينا الكرام، الفساد هو مصيبة من مصائب العراق، لأن الفساد هو في كل شيء، في الغذاء اللي يأكل الشعب ويتغذى عليه، بالماء أكو فساد، بالسلاح اللي من المفترض أن هذا السلاح يسلم إلى أبناء الجيش العراقي لكي يدافعوا عن العراقيين وعن الوطن وعن المواطن، فحتى السلاح الذي المفروض يكون هو للدفاع عن الوطن هو بفساد، الهواء اللي فوق الأرض هو بفساد، القاع اللي جوا الأرض بها فساد، حتى مطامر النفايات بها فساد، حتى الأنهر بها فساد، حتى أجلكم الله الزبالة اللي موجودة بالعراق بها فساد، وأيضا البشر بالعراق بها فساد، لأنه النازحين أصبحوا بها فساد، والمعتقلين أس الفساد اليوم بالعراق، و كل ما تجون بالعراق تلقون فساد 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 ما كان يعرفه الشعب العراقي حتى عام 2003. بعد عام 2003 جت دول الاحتلال، جت حكومات الاحتلال الأمريكي الإيراني وبدأ الفساد يخرب أرض هذا البلد، لكن هذا الفساد اليوم ما بقى شيء بالعراق. فأنتوا كعراقيين تحبون نستمر على هذا الفساد لو لا؟ أتمنى تجاوبونا بحلقاتنا المقبلة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم إن شاء الله يوم الجمعة. في أمان الله.